خلال الاحتفال في بيت لحم بالذكرى السنوية التاسعة لإعلان قداسة الأم ماري ألفونسين والأخت مريم بواردي، أكد الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين على أهمية وجود قديسات في الأراضي المقدسة لتحل البركة والنعمة على العباد والبلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب. اجتمعت رعية سانتا كاترينا ورهبنة الوردية المقدسة وراهبات الكرمل للاحتفال بذكرى تقديس القديستين مريم بواردي وماري ألفونسين، وذلك في مركز القديسة مريم ليسوع المصلوب في دير الكرمل في وسط مدينة بيت لحم. ترأس القداس الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين وبمعاونة عدد كبير من الأباء الأجلاء وبحضور حشد من الراهبات والرهبان والراهبات الكرمليات والمؤمنين الذين توافدوا للاشتراك بالقداس الإلهي السنوي الذي أحيته الجوقة بالترتيل المريمية. وفي كلمة الأب رامي الذي تحدث عن أهمية وجود قديسات من الأراضي المقدسة، فهذه بركة ونعمة وفخر لبلادنا المقدسة، فالله اختارهن ليكن قديسات نقتدي بهما. وقدمت هذه الصلاة والقداس من أجل شفاء المرضى، حيث وضعت الطلبات والنيات بالقرب من ذخيرة القديسة مريم ليسوع المصلوب في وسط المركز أمام الهيكل. صلوا ورتلوا من أجل السلام وتضرعوا بأن تنتهي الحرب، فالأراضي المقدسة متعطشة للسلام، السلام العادل. اليوم إحنا بنحتفل بالسنة التاسعة لتقديس القديستين ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب. القديستين هدول هم شفيعات بلادنا، خاصة أن مريم يسوع المصلوب هي شفيعة السلام، فإحنا مجتمعين اليوم مع الناس كلها هاي لنصلي من أجل الحرب، من أجل الناس اللي عم بتعاني وعم تتعب من هالوضع اللي إحنا موجودين فيه. وحبينا اليوم كمان أنه نخلي هالقداس بالذات على نية المرضى، لأنه في كتير مرضى موجودين، كتير عم بوصلنا رسائل صلوا للمرضى، فحبينا اليوم نجتمع كلنا كرهبانتين وكرعية ورعاية حتى إنه نكون مع بعض بصلاة واحدة بقلب واحد، نرفع طلباتنا ليسوع بشفاعة العذراء، لأنه إحنا اليوم بشهر المريمي، اليوم مار يوسف كمان يوم الأربعاء، وشفاعة القديستين مريم يسوع المصلوب وميري ألفونسين، وإن شاء الله ربنا بيسمع لنا بيوقف الحرب وبيشفي هالمرضى التعبانين. وانتهى القداس الإلهي بأخذ النعمة والبركة من الذخائر التي توسطت المركز، وتم تقديم التهاني للراهبات. اليوم احنا جايين نحتفل بعيد يسوع مريم يسوع المصلوب مريم البواردي، هون بدنا نصلي في الكرمل هون في بيت لحم على نية السلام. الله يعطينا السلام. احنا منعيش في هذا الوقت في وقت كتير حزين، في وقت كتير الواحد ما فيش سلام، لا في البلد سلام ولا في قلوبنا سلام. نتمنى من الله من القديسات قديسات البلاد انه يعطونا السلام، يحضوا السلام الحقيقي اللي احنا بنحتاجه بقلبنا وفي بلادنا على نية شفاء المرضى. يا مريم يسوع المصلوب، يا مريم البواردي، في كتير ناس عيانين وبيطلبوا الشفاء، انكم تكونوا تتشفعوا لنا كمان لشفاء كل المرضى اللي بحاجتكم. فمنحنا يا رب بشفاعتهن النعم الضرورية لنعيش حياة مسيحية صادقة، مستمدين القوة من تأملنا في أسرار الوردية. لنورسات مارلين الحدوة من دير الكرمل بيت لحم.